صوت للمزيد تنضم إلينا من العالم الجديدة الزميلة نهى درويش. نهى مساء الخير، تحياتي ليكي، أرجوك انقل لنا الصورة الليلة من مهرجان العالم الجديدة. مساء الخير يا عمرو، مساء الخير على كل مشاهدين قناة القاهرة الإخبارية. زي ما انت قلت، يعني هو المهرجان الأكبر والترفيهي في الشرق الأوسط. يعني احنا يمكن من بداية المهرجان وتابعنا على شاشة قناة القاهرة الإخبارية كل الحفلات وكل الفعاليات الرياضية والثقافية، ويعني كل شيء تابعناه معاك. ويمكن خلاص احنا فاضل يوم الجمعة اللي جاية، هيكون آخر يوم في مهرجان العالمين الجديد النسخة الثانية. يوم الجمعة هيكون الجمهور على موعد مع حفلة للفنان ويجز، وطبعا يعني هو ويجز جمهوره معظمه من الشباب، وده يمكن اللي أنا كنت بتكلم معاك فيه قبل كده، إن الشركة المتحدة بتحاول إن هي يعني تلبي رغبات كل الأعمار وكل الفئات العمرية. يعني كاظم الساهر، كان في سعاد مسي، كان في ماجدة الرومي، كان في ويجز، كان في الأسبوع اللي فات كايروكي مطرب صاعد جديد برضو الشباب مهتمة بيه، كان المطرب توليت. فيمكن يعني الشركة المتحدة حريصة دايما على تلبية رغبات كل الفئات العمرية وكل الأعمار، وكمان مش بس المصريين، كمان العالم العربي والعالم كله. يعني زي ما قلنا إنهم في جنسيات كتيرة جدا جت زارت مدينة العالمين الجديدة واستمتعت بالجو الساحر اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة وفي الساحل الشمالي المصري بشكل عام. يعني جو ساحر وشواطئ حلوة جدا، فكل حاجة كانت موجودة من أول يوم في الصيف. هنا اليوم الخميس هيكون في مسرحية هتعرض برضو، هتكون موجودة هنا في المسرح الروماني، وهي برقع الحياة. وطبعا يعني احنا يمكن شاهدنا في النسخة دي من مهرجان العالمين نسخته الثانية، شاهدنا العديد من المسرحيات اللي كانت مش موجودة في النسخة الأولى، وده بيدل على التطور والعمل على تلبية كل احتياجات المواطنين وكل الأذواق وكل في كل المراحل. كمان لو اتكلمنا عن الشق الرياضي، فإحنا تابعنا هنا تقريبا كل أنواع الرياضات. تابعنا الأسبوع ده كان امبارح ختام الموتور ويك، واللي شاهد على فعاليات كتيرة جدا، سواء في الدريفتنج للعربيات والسيارات أو في سباقات السرعة، وامبارح كان ختام. وعايزة اقول لك يعني عمر، انا كنت سعيدة ان انا حضرت كذا سباق من السباقات دي، وقد ايه الجمهور كان مستمتع بيه، وقد ايه في مهارات كتيرة جدا كانت موجودة. يعني دايما بيبقى فيه كل جديد. كمان الكرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، الفولي بول، التنس، البينت بول، كل حاجة كانت موجودة. ويمكن اكيد يعني اول ما النسخة دي هتخلص هيبتدي الاستعداد كمان للنسخة الثالثة، اللي اكيد هتكون كمان ملمة باي شيء ما كانش موجود في النسخة دي. ويعني احنا اكيد بنتابع معاكم دايما على شاشة قناة القاهرة الإخبارية كل جديد بيحصل في مهرجان العالمين الجديدة وفي مدينة العالمين الجديدة بشكل خاص. صحيح. يعني وتابعنا من اول يوم ولسه احنا مكملين، والشركة المتحدة برضو وعدت ان حفل الختام هيكون فيه مفاجآت كتيرة، ودي اللي اكيد هنتابعها معاكم ان شاء الله يوم الجمعة وفي يعني عطلة نهاية الاسبوع ده ان شاء الله. طيب شكرا نهى لك يا عمرو. نهى يعني ايضا من خلال مقابلاتك وانت موجودة في المهرجان مع المواطنين، يعني مش كل الفعاليات بفلوس، في فعاليات مجانية زي ما بنقول ببساطة بالعامية المصرية، ممكن الناس تدخل والمدينة مدينة مفتوحة وتتمشى تقضي يوم أو سهرة لطيفة كأسرة سواء مصرية أو عربية أو أجنبية. لأي مدى الإتاحة دي، السهولة في المشاركة في الفعاليات والاحتفالات، ده ترك أثر عند الناس؟ طبعا يا عمرو، زي ما انت قلت، هي مدينة العالمين مدينة مفتوحة، اي مواطن بيقدر يدخلها وكل المواطنين بيستمتعوا. اكتر حاجة لاحظتها بالمشي يعني على الممشى السياحي وبيستمتعوا بجمال المدينة، هم بيقدروا يتفرجوا عليها كلها. طبعا هو الممشى السياحي مفتوح على المدينة كلها. كمان في الشواطئ المجانية اللي كانت الشركة المتحدة قدمتها لكل المواطنين. وعايز اقول لك يا عمرو ان البحر هنا في مدينة العالمين الجديدة هو كأنك في جزيرة، يعني بحر لونه تركواز، ما فيش أمواج، ما فيش أي حاجة خطرة. فكل المواطنين كانوا بيجوا بيستمتعوا
بنزول المية، كمان في مسرحيات بتكون مجانية، في فعاليات كتيرة جدا مجانية، فتقريبا كل المواطنين قدروا يستمتعوا بالمهرجان السنة دي. كان في حفلات كتيرة مجانية، حاجات كتيرة جدا قدر المواطن يستمتع بيها، حتى مجرد ان هو قدر يدخل المدينة في ناس متعتهم على فكرة مش في الاحتفالات بس، متعتهم ان هم يتمشوا مثلا على الممشى السياحي بالظبط، ويتفرجوا على البحر وعلى الأبراج. يعني مدينة العالمين الجديدة مدن الجيل الرابع، ويعني هي مذهلة في كل حاجة فيها ومبهرة لكل اللي بيتفرجوا عليها. فأنا من خلال لقائي مع كل الزائرين وكل المواطنين قد إيه هم منبهرين بجمال مدينة العالمين الجديدة والتقدم اللي حصل فيها. يعني إحنا بنتكلم على مدينة من 5 سنين هي ما كانتش موجودة، فطبعا إبهار، والناس كلها مستنية تشوف كل جديد بيحصل كل سنة، هي سنة عن سنة بتفرق. ويمكن إحنا السنة اللي فاتت كنا موجودين ما كانش لسه حتى كل المباني خلصت، دلوقتي أقدر أقول لك إن بنسبة يعني 95% خلاص هو كل حاجة خلصانة. فطبعا الناس بتحب تيجي تتفرج، ولسه أكيد السنة الجاية هيبقى فيه فعاليات أكتر ويبقى فيه تطور أكتر، هنتابعه معاكم وهنشوفه هنا من مدينة العالمين الجديدة. أشكرك شكرا، أشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة نهى درويش، مفادة القرى الإخبارية للعالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا يا نهى، ولنا لقاء غدا إن شاء الله بكل تأكيد.